تركيا دائما قلبا وقالبا معهم، ونحن نعتقد إن شاء الله أن هذه المونديال سيكون عينة كويسة لما بعده إن شاء الله. وخلال المونديال إن شاء الله نحن كتركيا مع كل منظماتنا نكون مع إخواننا إن شاء الله. وخاصة أنا أشكر جزاهم الله خير السيد جابر الحرمي والسيدة خديجة، شارك معنا اليوم بالمتحدث في هذا المؤتمر المهم جدا بالنسبة لنا قبل الحدث الأكبر، وأنا أشكرهم خاصة وجزاكم الله خيرا إن شاء الله. ألقي كلمة باللغة التركية قليلا وأنتهي إن شاء الله. محترم مسافر دارلي أهلا وسهلا بكم أصدقائي وزملائي وأيضا سعد السفير وأيضا كذلك أيضا المسؤولين من رئاسة الاتصال في الجمهورية التركية وضيوف الكرام الأفاضل، أهلا وسهلا. rahatınızı bırakıp bu güzel toplantıya organize bu güzel toplantıya teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, markalaşma dünyanın artık en öne çıkan trendi. İstediğiniz kadar malınızı güzel yapın, o malınızı da markalaştıramadıysanız hiçbir anlamı olmuyor. Artık ülkeler kendi markalarını yapmak için sadece bu işi üretene değil, sadece bu işi özel sektöre değil, devletler de ellerini taşın altına koyup markalaşma noktasında bütün birimlerine yardımcı oluyorlar. Hem Katar hem Türkiye bu işte gerçekten güzel şeyler yapıyor. Katar özellikle kendine göre bir yol seçerek, örnek sporu seçerek gerçekten dünya çapında markalaşmayı bildi ve bu markalarını dünya pazarlarına sunmayı bildi. Ve bu markalarıyla ülkesini daha iyi tanıtmayı bildi. Bundan dolayı Katar'ı gerçekten tebrik etmek lazım. Belki bizim gibi ürettikleri yüzlerce değişik sektörlerde ürünler yoktu ama bir sporla Katar dünyanın her tarafında ekranlarda görünür oldu. Bundan dolayı Katarlı kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Türkiye'ye gelince, Türkiye elhamdülillah üretimi itibariyle İnsanların sofrasında, insanların oturdukları evlerde, insanların yaşam... أصدقائنا أيضا في تركيا كذلك أيضا هم في جميع حياتهم أيضا عندما يرون هناك منتج يمكن له الترويج له على المستوى العالمي فإنه سوف يكون شيئا جيدا، لذلك صناعة العلامة الوطنية وإيصال ذلك للمستهلك مهما كان هذا الأمر مناسبا فإنه سوف يكون أيضا في متناول الجميع، عندما تكون هناك منتجات موجودة في الرفوف ولا تستطيع الترويج لها فيكون ذلك صعبا، ولكن عملية صناعة العلامة الوطنية في عملية التصدير فإنها سوف ترتفع أكثر وذلك. ذلك فإن رئاسة الاتصال في الجمهورية التركية أتقدم لهم بالشكر لإقامة هذه الندوة وقاموا بتذكيرنا مرة أخرى الخاصة في هذا الموضوع وخصوصا السيد تشاتاي مساعد رئيس الاتصال وجميع الأصدقاء الذين معنا ولم أستطع أيضا أن نقوم بتعدادهم، لذلك أنا أعرف بأن هذه الاجتماعات في عملية رفع مستوى الإدراك والوعي فيما يتعلق في صناعة العلامة الوطنية شيء مهم جدا، ليس فقط أيضا ولكن تقوم ذلك مع قطر، ما الذي يمكن أن نفعله سوية؟ وتعرفون العلاقات القطرية التركية لله الحمد من ناحية سياسية وفي جميع المجالات ولدينا رؤية مشتركة في هذا المجال ونعمل بشكل كبير معا، لذلك نحن يمكننا نتحول إلى مرحلة إضافية وأيضا مستوى آخر. أعتقد ليس فقط ذلك من أجل علاقات قطرية تركية فقط، أصبحت الآن تركيا وقطر أيضا أسوة من ناحية سياسية لتكون مثالا للدول الأخرى، وكيفية أيضا كيفية أن تدعم الرفاهية وتدعم أيضا الحياة لدى الناس الآخرين والدول الأخرى، لذلك ليس فقط الماركات والعلامات الوطنية المتواجدة في قطر وتركيا ولكن أيضا التعاون هذين البلدين بما يتناسب بتقديم هذا الدعم للدول الأخرى على المستوى العالمي وصناعة العلامة الوطنية لكلا البلدين. أعتقد أن هذه الندوة هي مهمة جدا ولها أهمية كبيرة في رفع مستوى صناعة المحتوى والعلامة الوطنية. كذلك أيضا السيد مراد أيضا من بلجيكا أيضا أشكرهم لأنهم قدموا لنا في هذه الندوة وأتمنى أن تكون هذه الندوة وسيلة خير للجميع مرة أخرى. أحييكم وأنبارك
أيضا لأصدقائي وأخواتي القطريين لهذه السنوات الطويلة التي انتظروا فيها كأس العالم وهذه البطولة الكبيرة. ندعو لهم بالخير، ونحن أيضا كالجمهورية التركية بجميع إمكانياتنا أن نقف إلى جانب أخواتنا القطريين، وأننا ندعمهم في كل ما يقومون به، ووضعنا ذلك في جميع هذه المنصات. ولله الحمد إلى أن تنتهي هذه البطولة، ونحن كتركيا جميع مؤسسات في تركيا وكذلك جميع المواطنين الذين يعيشون في قطر أن تكون قطر ناجحة في جميع ما تقوم به، وسوف نسعى للقيام بكل لفترة آخر قطرة منا لأن ينجحوا في هذه المهمة وأن تنتهي إن شاء الله، ونحن نثق بأن قطر سوف تستعد وسوف تستمر في نهاية هذه البطولة بكل نجاح. شكرا جزيلا.